بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين أما بعد مشاهدي الكرام أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم نبي المرحمة صلى الله عليه وآله وسلم وأسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم ما جهلنا وان يفتح لنا ولكم ابواب الفتح والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم في الحلقه الماضيه كنا نتكلم عن رد شبهه تتعلق بحديث جاء في صحيح البخاري وهو الحديث المعروف بحديث قتل العرنيين وقلنا ان الجماعه العرنيين دولت من قبيله عرينه وجمل النبي صلى الله عليه وسلم واستوخموا جو المدينة يعني لم يرتاحوا في جو المدينة وأصابهم بعض الداء والمرض فالنبي صلى الله عليه وآله قال لهم روحوا عند إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبواب لها حتى تصحوا وفعلا شربوا وبقوا تمام التمام وأصبحوا في صحة وفي عافية فلما صحت أبدانهم قتلوا الراعي استاقوا الإبل يعني أخذوا حتى الإبل سرقوها طبعا لما امسك بهم النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الكرام عملوا معهم ايه؟ قطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم، المشكله في سمل اعينهم لان قطع الايدي والارجل ده جاي في القران في قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ولكن سمل الاعين واحنا قلنا ان سمل الاعين معناه انه يجيب كده زي مسمار ويجعله على النار ثم يكحل به العيون فيذهب ضوء العين طبعا دي حاجة مستبشعة فهل النبي صلى الله عليه وعلى آله فعل ذلك او لم يفعل ذلك عايزين نعرف كلام العلماء ايه شوفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله كما هو مقرر عندنا نهى عن المثلة واحنا بننتقد ليه على الخوارج وبننتقد ليه على الدواعش وبنقول لهم اتقوا الله بتمثلوا بالناس وتقطعون رقابهم وتشوهون ابدانهم وتحرقونهم بالنيران وبعدين يستدلوا ببعض هذه الروايات دون ان يفهموا المراد منها ودون ان يعرفوا اسبابها في تسويغ ذلك الاثم وذلك الجرم الذي يفعلونه فقال الشافعي في كتاب الام وكان علي بن الحسين ينكر حديث أنس في أصحاب اللقاح اللي هو حديث قتل العرنيين أو سمل أعين العرنيين ويقول لا والله ما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم ده كلام مين؟ كلام سيدنا علي زين العابدين ليه؟ لأنه هو كان شايف أن الطريق التي جاء من خلالها هذا الخبر طريق لم تصح، ولكن احنا وجدنا ان الحديث صح من طرق متعدده. فلذلك قال الامام البيهقي رحمه الله تعالى: لا معنى لانكار الحديث بعد صحه الاسناد. طيب كده بتقولوا الحديث صحيح نوجه ازاي انه صلى الله عليه وسلم سمل اعينهم. بنقول لحضراتكم إن سيدنا الإمام محمد بن سيرين كان بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل أن تنزل الحدود. يعني قبل ما ينزل الحدود اللي ربنا شرعها فعل ذلك رسول الله، فلما نزل الحدود خلاص لم يفعل ذلك لأن في حدود ربنا شرعها أما قبل نزول الحدود فكان رسول الله يفعل ما ألهمه الله سبحانه وتعالى به ده رأي الرأي الثاني بيقول طبعا هذا الرأي معناه أن موضوع سمل الأعين ده ده موضوع منسوخ يعني كان مرة وما حصلش تاني خلاص لما نزلت آيات الحدود الرأي الثاني وده اللي أنا بميل إليه أكتر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين أو عين الراعي الراعي اللي النبي صلى الله عليه وعلى آله موقفوا حارس على الإبل اللي هو سقاهم لغاية ما صحت أبدانهم وشوفوا من أمراضهم اللي عمل معاهم كل خير الناس دول قتلوه وسملوا عينه وسرقوا الإبل وجريوا بيها يعني شوفوا زي لما انسان يحسن اليك وانت تروح تاذيه وتسمل عينه فالنبي عاقبهم بمثل ما فعلوا يبقى ده من باب العقوبه بالمثل كما قال الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يبقى النبي لما عمل كده اهو عمل كده ليه؟ لانهم سملوا عين الراعي ولذلك الإنسان لازم يأخذ باله من هذه المسألة جيدا أن العقوبة هنا عقوبة بالمثل ما فيش فيها ظلم ما فيش فيها تعدي ما فيش فيها عدم رحمة إزاي يكون فيها عدم رحمة وتعدي والنبي صلى الله عليه وآله كان بينهى عن المثلة يعني ينهى عن المثلة يعني محدش يجي يمثل ويعني يقطع ويؤذي جسم انسان حتى لو بتقتله ليه الناس كلها عابت على هند التي شقت بطن سيدنا حمزه ولاكت كبده لانها مثلت به التمثيل بالميت ده او المقتول شيء غير انساني شيء تاباه الشريعه ما ينفعش المسله دي ما تنفعش وجاء في صحيح مسلم ان اثنين من الصحابة هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة في بدايات الهجرة فمر بشدة وفقدوا الزاد وفقدوا وكان عندهم ارهاق ومشقة فواحد منهم يئس من نفسه ويئس من حياته يئس من رحمة الله فقام جايب زي كده مقص واصص ايه اصص صابعه قص مساقصه يعني قص كده صوابع له علشان تنزف ويموت ويخلص نفسه من اللي هو ايه اللي هو فيه وبعدين صاحبه الثاني ربنا نجاه فشافه في المنام قال رأيته عليه زي أهل الجنة ولكن إيديه مطرح ما قطع صباعه عليها رباط مربوطة وكما هي فقال له ايه اللي حصل معاك قال له ان الله تعالى ادخلني الجنه بسبب هجرتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما فعلته في نفسي فقال لي لن نصلح ما افسدته لانك مثلت بنفسك انت اذيت نفسك انت عملت شيء قبيح لا ارضاه الله ولا رسوله ولو واحد غيرك عمل الكلام ده كان دخل النار بس احنا رحمناك لان انت كنت في طريق الهجرة الانسان ما يقسم من روح الله ما يأذيش نفسه ما يضرش نفسه ما ينتحرش اللي انت عملته ده اسمه انتحار فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما ينهى عن المسلة والمسلة دي ممنوعة ومحرمة في ديننا ولكن الجماعة العرانيين دولت دول هم اللي بدأوا بالعدوان ابتدأوا بالظلم ناس عندهم خساسة مولانا عليه الصلاة والسلام يشملهم بعطف ورعايته ثم يقتلوا هذا الراعي وانت جاي بتدافع وتقول لا ده ازاي النبي يسمل اعينهم وازاي يفعل كذا يعني الناس دي او الراعي ده يضيع حقه مش هو العقوبة بالمثل ام ماذا ولذلك ايضا تجد هذا الحديث جاء في صحيح مسلم بزيادة عن سيدنا انس بن مالك انه قال انما سمل النبي صلى الله عليه واله وسلم اعين اولئك لانهم سملوا اعين الرعاة. يبقى ده اهو نص واضح وبين من صحابي جليل وهو سيدنا انس في ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يسمل اعينهم الا لانهم سملوا اعين الرعاة وهذا تنفيذا لامر الله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فهذا تنفيذ منه صلى الله عليه وعلى آله لما أمره الله تعالى به أما رحمته عليه الصلاة والسلام فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لا شك في رحمته بالناس لا شك في أنه كان لا يقبل أبدا الإذاية البدنية لأي إنسان يعني كان صلى الله عليه وعلى لا يحب أن يفزع الرجل أخاه حتى أن هو يفجعه أو يفزعه كان يرفض ذلك صلى الله عليه وعلى آله فما بالك بأن يجعل له عاهة كما نذكر نحن أو كما نقول نحن أو يجعل يمثل بجسمه أو يؤذيه بدنيا هذا كله كان يرفضه مولانا صلى الله عليه وسلم فده أيضا حديث من الأحاديث التي كثر كلام الناس فيها واحنا حاولنا ان احنا نبين المعنى المراد من هذا وان شاء الله تعالى ايضا كلما وجدنا في طريقنا روايه او حديثا او ايه قرانيه بعض الناس ربما يعني يفهمها فهما خطا او تثير شبهه بالنسبه له ان شاء الله تعالى نرد على هذه الشبهات تباعا كلما وجدنا شيئا في طريقنا واكتفي معكم بهذا القدر واسال الله سبحانه وتعالى. أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يملأ قلوبنا نورا وإيمانا وحكمة وطمأنينة حتى لا تواجهنا الشبهات ويلهمنا الله سبحانه وتعالى بفهمها وببيانها وتمتلئ قلوبنا بنور الايمان بفضله سبحانه وتعالى واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته